معلش معلش عشان نسيبه شوية عشان لو في رمل ولا حاجة ينزل في المية. يعني هو الملح والخل ده بيخلي الرمل ينزل في المية؟ هيطهر يطهر الجلدفت كويس، عشان طبعا ايه هو طبعا الجلدفت ده ايه في نوع تاني بيبقى كبير شوية وتلاقي لازم يغسل بفرشة والكلام ده، عشان ده مش يتكلم حاجة هنعمله كده بإيدينا. طب أنا الأحلى بقى كبيرة ولا الصغيرة؟ طبعا الكبير طعمه أحلى، بيبقى ساعات في لولي كمان لما يجي السوايس بيشتروه بيبقى في لولي، على فكرة ده من السويس، انت كنت موجودة معايا يا صغير. هنحط عليه شوية مية المنظر ده يقعد قد ايه بقى؟ بتاع نص ساعة طبعا ده ايه؟ نص ساعة ماشي. هنحطه كده ونسيبها شوية لحد ما افتح ولا ايه؟ هو اصلا هو بص ده مفتح عشان كنت حاطاه في الفريزر، لكن طبيعي ان هو ما يكونش مفتح يبقى كله مقفل. طبعا ده انا حطاه في الفريزر من مجلس الاستيلاء، فايه هو اصلا نظيف يعني هنعمل كده عشان ننزل بس. طب بقى هو بيفتح بقى لو انت مش حاطاه في الفريزر بيبقى مقفل؟ بيبقى كله مقفل وبيفتح، وانت بتسويه في اول ما تحطيه يبدا يستوي، واللي ما يبدا يفتح يفتح يفتح، واللي ما يفتحش واللي ما يفتحش ترميه لانها بتبقى ميته. عرفت بقى فتحت؟ لا هي مش لا 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 ده في ثانيه بتلاقيه كله مفتح، مجرد ما تحطيه في الفص توم كده ويتحمر على النار بتلاقيه ايه يفتح، اللي ما تفتحش ترميها على طول لانها بتبقى ميته. هو انا كده فتحتها دي كلها رمله؟ ايوه بتبقى ميته ولازم ترميها يعني. بس ديت دي ميته دي مشكوك فيها ان هي ما فتحتش، بس هي اصلا كل ده هيبان على النار. لازم نحط عليه خل ومرق صح؟ خل ومرق عشان يتطهر. نو هاتي بقى عايز ايه بقى؟ طاسه؟ طاسه هاتي طاسه ماشي. الطاسه اللي هي الطاسه تفر ولا يخربشوا؟ لا مش هتخربش ولا حاجه، هاتي الطاسه اللي هي الكبيره دي عشان يبقى نفس. طيب ماشي. طب انت دلوقتي كده يا ماما حطيتي 3 معالق زيت صح؟ 3 معالق زيت. وهنقطع هتقطعي الثوم حلقات يا بنات؟ مش ما يتبشرش او يتهرس عشان يتحرق ولا عشان لا عشان إيه؟ هو اصلا يعني لو انت عملتيه مطحون بيبقى يعني مش حلو. ماشي هو كده حلقات بيبقى معمول مع قطع حلقات كده. ريحته طلعت شويه عشان الزيت كان سخن. وهيبدا الثوم يا دوبك يصفر لونه بسيط، تروح حاطه الجندوفلي. طب يفت بقى اتحرق مني عادي من اول ما جيت؟ لا مش هيتحرق. اتحرق مني انت بقى تخلي بالك. لو اتحرق ولو حطينا عليه الجندوفلي ده يبقى طعمه وحش صح؟ طبعا هيبقى طعمه يبقى مش حلو خالص. ماشي هنبدا ايه نحمر الثوم اهو، نصفره مش نحمره. يا دوبك التوم بس يتشوح تشويحه بسيطه. ماما قولي صفاه عشان لما حد يقول لي بيحمر ممكن اخليه يبقى لونه احمر يعني. لا لا التوم يا دوبك ايه يا بنات يعني يا دوبك بس يتغير لونه بسيط قوي يعني. يا دوبك نحط بقى الجندوفلي بقى نتش استنى عشان ابعد الموبايل طبعا من النار. ماشي من الميه هنصفيه من الميه. سوري في الكلام. هنصفيه يا بنات كده هنبدا بالصوت عشان لا مجرد ما يتفتح كده اللي ما يتفتحش يترمي على طول انها تبقى ميته. بس ريحته لما ريحته يفرى الاكله دي اسمها بسطه الجندوفي. الجندوفي اللي هو القواقع. البسطه المكرونه. البسطه المكرونه ممكن بقى تعمل بكريمه ولا ساده احلى؟ لا 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 هي بتبقى ساده تبقى بيضه مكرونه بيضه. طب هتحط عليها ملح وفلفل؟ في الاخر بقى نفكرها نحط الملح والفلفل هنا. اي حد عايز يعرف اي اكل بتستوي ازاي؟ كده بتتفتح ازاي؟ شايفين؟ في واحده مقفوله اهي يا ماما. لسه هي بقى احنا بقى لسه بقى ما استويتش اكتر. لو مش هيفتح هيرف ده. هنحط شويه ملح عليها. على حسب بقى ما انت بتحب صح؟ ملح بسيط يعني عشان يبقى طعم ما تخليش الاكل حاجة عشان طعم الاكل يبقى ريحته بقت حلوه قوي. هو يستوي امتى يا ماما؟ هو يستوي امتى؟ ده هي تستوي خلال 10 دقايق مش هتحس سوا عشان طعمها جميل. ممكن نحط شويه فلفل اسمر اهو اهو اهو
ده هنا 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 طحناه. حط شوية فلفل أسمر بالفاكهة يعني. نزلش بتنزل والله مش شايفة الأسود ده؟ مش بص أنا عايزة أتفرج على أي حاجة خالص. باين أهو فلفل أسمر كتير. ماشي هتحط شوية فلفل أهو. خلاص كمان دلوقتي تستوي. وهنبدأ نقلبها كويس. بصي يا بنات فتحة كل ازاي؟ دي فتحة. طب بصي بقى الخال دي فتحة اهي بس ما فيهاش حاجة. ما هي وقعت جو دي اللي كانت واقعة جوه البتاع هتلاقيها اهي اللحمة بتاعتها هتلاقيها واقعة جوه الحلة. اهي اهي. ما تصدقش بقى؟ ايه؟ يعني سيبيها برضه عشان تدي طعم في قلب المكرونة. بصي كل فتح ازاي؟ طب بعد ما تستوي بقى انقطع المكرونه على طول. حط المكرونه جوه الطاسه. ايوه عشان تسخن بقى معايا تديها طعم بقى وتاخد وتدي الميه دي ترميس اللي كلها بتخش جوه المكرونه دي اسمها صوص ما كانتش موجوده. تلاحظين ان هي كل ده نزل من الجندوفلي. صح يعني دي مش ميه من ميه وحش لا ده ميه نازله من الجندوفلي طعمها زي الشوربه زي الصوص. ماشي بصي كل فتح ازاي. اللي ما تفتحش تعرفي بقى ازاي ان هي استوت. هتلاقي كل فتح هي بتخش سوا ده 10 دقايق بالظبط هتلاقي استوى. ممكن واحده تكون نحس تشتري واحد تشتري شويه يلاقي كلهم ميتين. لا 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 ده في السويس كل الطابع. بصي يا بنات فتحه ازاي. انت استوت هي ماما راحت تجيب المكرونه عشان تفطي المكرونه عشان ناكل بقى. بطيئه قوي انا سريعه قوي انا اسرع من ماما في الاكل. انا اصلا فنانه هي تتعلم مني اكيد انتوا شايفين في الفيديو. يلا يا ماما حط بقى المكرونه في المنظر ده. ده كيس مكرونه نص كيلو. النص كيلو مكرونه مثلا عليه نص كيلو جندوفلي. اه ولا نحط اكتر عادي. هنقلب بقى عادي كده. كده الاكل بقى جاهز. لو اللي عايز يحط سله شطه براحته بس مش هنحط شطه عشان خاطر عشان ما بحبش الشطه. عشان اللي بيحبش الشطه ما يعني اللي عاوز يحط في طبق بقى يحط في طبق. بس هي عموما بتتاكل كده ما تحطش عليها اي حاجه غير الجندوفلي وثوم شرايح. ماشي ماشي. هتفرغي ولا ايه؟ اه يلا بقى هفرغ وهوريكم الطبق في الاخر عشان انا جوعت خلاص. انا جندوفلي كتير يعني توصي بيه في الموضوع ده. ما تحطيش مكرونه كتير حطي جندوفلي كتير. طبعا هما الطلاينة بيحطوا المكرونه في الاول كده وبعد كده يحطوا بقى يبدا يحطوا الجندوفلي على الوش عشان يبينوا الشغل بتاعهم. لا عشان ياكلوه بقى يعني مكرونه سهل تجيبيها من تحت لكن الجندوفلي هينزل تحت يعني بياكلوا ده مع ده تاني يعني يعرضوا بقى الشغل اللي هما بيعملوه. احنا هنعرض بقى اهو كده يندفع يتحط على الوش المنظر ده.